خلافات كبيرة دبت بين مختلف الأطراف السياسية في دولة الاحتلال، ولا تزال تتوسع شيئا فشيئا، فمن ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى جدوى الحرب التي لا يبدو أنها حققت أيا من أهدافها، باستثناء تحويل قطاع غزة لكومة من الركام والتسبب في مقتل الكثير من الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية. لكن الخلاف الأبرز الذي تتمحور حوله كل هذه الخلافات يدور حول بنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، حيث يعتبره بعض الإسرائيليين بطلاً وطنياً، بينما ينظر إليه كمثير للمشاكل وكحالة فشل كبيرة، خصوصاً مع كونه متورطاً في قضايا فساد. آري هارو أحد أقرب المقربين من نتنياهو طوال 13 عاماً، ورئيس مكتبه السابق الذي كان يعتبر ذراع نتنياهو ومساعده المخلص، قبل أن يفترق بهم الطريق بعد أن تعرض هارو للتحقيق والملاحقة بسبب ملفات فساد نتنياهو، ليصبح بعدها شاهد دولة في القضية. ورغم أن هارو لم يخرج للإعلام سابقا في حياته، إلا أنه قرر الظهور مؤخرا ليتحدث عن ضرورة رحيل أستاذه الأول نتنياهو. ويرى هارو أن نتنياهو الذي روج لنفسه لسنوات على أنه مهندس الأمن في إسرائيل، فشل فشلا ذريعا يوم 7 أكتوبر، وردا على تصريحات نتنياهو التي يحاول فيها إبعاد نفسه عن المسؤولية. يقول هارو بأن كل المنظومة الأمنية والمسؤولين يتحملون المسؤولية، لكن العاتق الأكبر يقع على رأس الهرم، ولا يمكن لنتنياهو تجنب ذلك. وفي معرض حديثه عقب نشر كتاب جديد له، اعتبر هارو أنه من الضروري واللازم تغيير كامل القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، ويقول: نحن بحاجة إلى استبدال 150 شخصاً، وهم أفراد القيادة بأكملها التي كانت مسؤولة عن أكبر فشل أمني في تاريخ دولة إسرائيل، ولكونه رافق نتنياهو مدة طويلة. تلقى تصريحات هارو صدى واسعا في الأوساط الإسرائيلية، خصوصا المعارضين الذين يدعون لرحيل نتنياهو ويطالبون بتشكيل حكومة جديدة.